بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على الرسالة التبوكية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتقدم معنا في المجلس السابق بيان موضوع هذه الرسالة، وأنه هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى. تقدم معنا أيضاً بيان سبب تأليف هذه الرسالة، وهو التعاون على البر والتقوى وإهداء ما تتضمنه هذه الرسالة من العلم والخير لبعض من يحبه رحمهم الله. وقدم لي مقصود هذه الرسالة بقاعدة جليلة نبه على أهميتها، ونبه أيضاً على أهميتها غيره من أهل العلم، وهي أن من الألفاظ ما إذا اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى، وإذا افترقت في اللفظ اجتمعت في المعنى. وهذه القاعدة التي ذكرها تندرج تحت قاعدة أعم منها، وهي أن الألفاظ قد تختلف بحسب الإفراد والتركيب. فقد يكون اللفظ في حال إفراده له دلالة، فإذا ركب مع ألفاظ أخرى كانت له دلالة أخرى، لأنه كما هو معلوم أن اللفظ تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد فهم الكتاب والسنة، ومن لا يراعيها فإنه قد يزل في فهم دلالة القرآن والسنة، وهي أن دلالة اللفظ تختلف بحسب الإفراد والتركيب. فقد يكون للفظ حال إفراده دلالة، فإذا ركب مع جملة ألفاظ كان له دلالة أخرى. وهذه القاعدة كما عرفنا تندرج تحتها القاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي أن من الألفاظ ما إذا اجتمعت افترقت. ما إذا اجتمعت يعني في اللفظ، بأن كانت في نص واحد، افترقت يعني في المعنى، وما إذا افترقت يعني في اللفظ، بأن يكون ذكر بعضها في نص، وبأن يكون ذكر اللفظ في نص وذكر اللفظ الآخر في نص، فإن كل واحد منهما يدل على ما يدل عليه الآخر. وذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة لذلك على سبيل الإجمال، ثم تكلم على مثال واحد هو الوارد في الآية التي بدأ بها هذه الرسالة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فتكلم على دلالة البر والتقوى في حال الانفراد،
وفي حال الاجتماع، فقال: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها، فيدخل في مسمى البر. نعم. بعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأمثلة التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالإسلام والإيمان والإيمان والعمل الصالح ونحو ذلك، ذكر مثالا حتى يستدل به على غيره، فقال: ولنذكر من هذا، يعني من هذا الجنس الذي تقدم، وهو الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، مثالا واحدا يستدل به على غيره، يعني يقاس عليه غيره ويلحق به، لأن العاقل يستدل بما علم على ما لم يعلم. وكلما كان الإنسان أكثر فهما للدلالات، وكلما كان أكثر ذكاء، وكلما كان أكثر توفيقا من الله سبحانه وتعالى، استطاع أن يستدل بالأشياء على نظائرها. قال: وهو البر والتقوى. والبر والتقوى سبق أن ذكره على سبيل الإجمال، والآن يتكلم عليهما على سبيل التفصيل. وبدأ الكلام على البر، وسيتكلم بعد ذلك على التقوى. فقال: حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير. ومعنى ذلك أن حقيقة البر في اللغة ترجع إلى أمرين: الأمر الأول الكمال المطلوب من الشيء، والأمر الثاني المنافع التي توجد في الشيء. فترجع معاني البر في لغة العرب إلى هذين المعنيين. معاني البر في اللغة ترجع إلى هذين الأمرين، وهما الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي توجد في الشيء. وهو لا يقصد بهذا أن البر في لغة العرب معناه هذان الأمران، وإنما مقصوده أن معاني البر في لغة العرب إذا تأملنا فيها نجد أنها ترجع إلى هذين الأمرين. وسيأتي معنى البر في لغة العرب، ويدل على أن معاني البر ترجع إلى هذين الأمرين لاشتقاق لفظ البر،
فإن البر في لغة العرب مادته تدور على الاتساع، ولهذا تسمى الصحراء برًا لأنها واسعة، ويسمى البر برًا لأن منافعه كثيرة، ويسمى الإحسان برًا لكثرة الخير والمنافع المترتبة عليه، فيطلق البر على الإحسان عمومًا، وقد يخص بالإحسان إلى الوالدين، فهو قد يطلق إطلاقًا عامًا، وقد يطلق إطلاقًا خاصًا بالإحسان إلى الوالدين، فمادته تدور على الاتساع، فالبر بفتح الباء هو الصحراء، سميت بذلك لماذا؟ لسعتها، والبر هو الحب المعروف، سمي بذلك لكثرة منافعه، والبر بكسر الباء هو كثرة الإحسان، سواء أكان ذلك إلى عموم الناس أم كان خاصًا بالوالدين، وسمي بذلك لكثرة ما فيه من النفع والخير. والله سبحانه وتعالى من أسمائه البر، وذلك لأن خيره سبحانه وتعالى قد وسع السماوات والأرض، وقد أحاط بالمخلوقات. يقول رحمه الله: كما يدل عليه، يعني كما يدل على هذين الأمرين وهما الكمال المطلوب والمنافع التي فيه، اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. كما عرفنا في الأمثلة السابقة، فإن البر والبر والبر كلها تدل على، كلها تجتمع في معنى واحد وهو الاتساع والكثرة. والاشتقاق يعرفه العلماء بأنه رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته له في المعنى. يقولون: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية وموافقته للمعنى. ومثال ذلك أن السارق مشتق من السرقة، وهما متفقان في ماذا؟ متفقان في الحروف الأصلية، وبينهما مناسبة في المعنى. وكذلك كتب مشتق من الكتابة، على القول بأن المصادر هي أصل الاشتقاق، وهما متفقان في الحروف الأصلية وبينهما مناسبة في المعنى. هذا معنى الاشتقاق. وأما التصريف في قوله وتصاريفها، فهو تحويل كلمة إلى أبنية مختلفة لمعان مختلفة، تحويل كلمة إلى أبنية مختلفة لمعان مختلفة. فمثلاً السرقة تحول إلى سارق وهو اسم فاعل، وإلى مسروق وهو اسم مفعول، وإلى اسم تفضيل فيقال أسرق به، وهكذا. والكتابة تحول إلى كلمة إلى أبنية مختلفة، فيقال كاتب ومكتوب وهكذا. فإذن التصريف هو تحويل كلمة إلى أبنية أخرى إلى أبنية مختلفة لمعان مختلفة. والعلماء يقولون
الاشتقاق هو أصل علم التصريف، أصل علم التصريف هو الاشتقاق، ولهذا يقرنون بينهما فيذكرون الاشتقاق والتصريف مع بعض، كما صنع ابن القيم رحمه الله فقال: كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. ويقول العلماء: الاشتقاق لا يوجد إلا في لغة العرب، فهو لا يوجد في اللغات الأخرى، وإنما هو من خواص لغة العرب. يقول رحمه الله: ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب، ومنه رجل بار وبر، والرجل البر هو كثير الإحسان، وكرام بررة والأبرار. بررة هذا جمع بار أو جمع بر، جمع بار، مثل كفرة جمع كافر، فبررة جمع بار. وأما أبرار فهو جمع بر، فيقال بر وأبرار. قال: ومنه رجل بار وبر، رجل بار يعني كثير الإحسان، ورجل بر يعني أيضا كثير الإحسان، وكرام بررة. بررة هنا عرفنا أنهم جمع بار، والأبرار وقد عرفنا أنهم جمع بر. قال: فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، يعني أن كلمة البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير، وهي تشمل الخير فيما بين العبد وربه، والخير فيما بين العبد وسائر الخلق، فتشمل الطاعات، وتشمل أيضا الإحسان إلى الخلق، والخلق هنا يشمل سائر الخلق من بني آدم وغيرهم. قال: وفي مقابلته الإثم، يعني في مقابلة البر الإثم، وهذه المقابلة ليست مقابلة لغوية، وإنما هي مقابلة في ماذا؟ في لسان الشرع، المقابلة هنا في لسان الشرع، ولهذا يعني والذي يدل على أن الإثم يقابل البر قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ماذا قال؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقابل بينهما. وقد ذكر بعض العلماء أن البر تارة يقابل بالإثم، فيكون معنى البر حينئذ الطاعة، وتارة يقابل بالعقوق فيكون معنى البر حينئذ الإحسان. فالبر تارة يقابل بالإثم، فإذا قوبل بالإثم صار معناه ماذا؟ صار معناه الطاعة، وتارة يقابل بالعقوق، فإذا قوبل بالعقوق صار معناه الإحسان. وهذا راجع إلى نوع من أنواع التفسير، وهو ماذا؟ التفسير بالمقابلة، تفسير الشيء بما يقابله، كما في قوله سبحانه وتعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ معناه متفرقون. كيف عرفنا هذا المعنى؟ من مقابلته لقوله جميعا، فدل ذلك على أن ثبات معناه يختلف عن معنى جميعا. قال: وفي مقابلته الإثم، ويدل على هذه المقابلة الآية السابقة،
ويدل على هذه المقابلة أيضا حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فدل ذلك على أن البر يقابل الإثم. ولهذا يقول: وفي مقابلته الإثم، وفي حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه، هذا سبق قلم، بل هو حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر والإثم. ووجه الاستدلال بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل بين البر والإثم. وحديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه هو حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال في حديث النواس ابن سمعان، سمعان يجوز فيه الفتح والكسر، فيقال سمعان وسمعان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر. فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها. كيف عرفنا هذا المعنى؟ كيف عرفنا أن البر كلمة جامعة لأنواع الشر؟ عرفنا ذلك مما عرفنا أن الإثم كلمة جامعة لأنواع الشر، عرفنا هذا مما تقدم لمقابلته للإثم، لمقابلته للبر. فإذا كان البر كلمة جامعة لأنواع الخير، فإن الإثم كلمة جامعة لأنواع الشر. ثم قال رحمه الله: فيدخل في مسمى البر، يعني فينبني على ذلك أنه يدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. نعم. قال رحمه الله: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته. نعم. لما ذكر أن البر كلمة جامعة لأنواع الخير، ذكر أنه يتفرع على ذلك أن البر يدخل فيه الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ومن هذه الأجزاء التقوى، فتدخل التقوى في البر عند إفراد البر. قال: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه. أجزاؤه يعني خصاله، وهي الأعمال الظاهرة والباطنة. وعبارة ابن القيم هنا عبارة دقيقة، لأنه جعل الأعمال أجزاء من الإيمان وليست شروطا له، وإنما هي أجزاء منه. الظاهرة وهي شرائع الإسلام الظاهرة، والباطنة وهي العقائد وأعمال القلوب.
هذه الأجزاء الظاهرة والباطنة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، فتدخل في مسمى البر. قال: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، يعني جزء هذا المعنى العام لأي شيء؟ للبر. جزء هذا المعنى يعني جزء هذا المعنى العام للبر. ثم قال: وأكثر ما يعبر عن بر القلب، يعني أكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب. قال: وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته. أكثر ما يعبر، يعني في لغة العرب أو في لسان الشرع؟ في لسان الشرع، بالبر عن بر القلب. وقد يعبر به عن بر القول، وقد يعبر به عن بر الفعل، لكن الأكثر أنه يعبر به عن بر القلب. قال: وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان، يعني بالكلية، أو ناقصه. ويدل على هذا، يدل على أن القلب يحصل له من اللذة والحلاوة والانشراح والسعادة بسبب البر والإيمان أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فعبر بقوله ذاق، وهذا قد يكون ذوقا حسيا بأن يكون الإنسان من شدة إيمانه بالله وبالإسلام يجد لذلك طعما في لسانه كما يجد طعما للحلاوة ونحوها، وقد يكون أيضا ذوقا معنويا بأن يجد الإنسان انشراحا وسعادة وراحة وطمأنينة. والذي يدل على هذه هذه اللذة والحلاوة هي اللوازم التي تترتب عليها من ارتياح النفس وطمأنينة القلب وهناءة الإنسان، فهذه كلها لوازم تترتب على الإيمان والبر. ولهذا قال: وأكثر ما يعبر عن بر القلب، أكثر ما يعبر به عن بر القلب، وهو يعني بر القلب وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه إلى آخره. فهذه لوازم تدل على ماذا؟ تدل على طعم الإيمان، الانشراح الذي يجده الإنسان والراحة والطمأنينة، هذه لوازم تدل على أن الإنسان قد ذاق طعم الإيمان، لأن اللازم يدل على أي شيء؟ اللازم يدل على الملزوم. فإذا وجدت هذه اللوازم وهي الراحة والانشراح والطمأنينة والسكينة، فإنها تدل على أن الإنسان قد ذاق طعم الإيمان. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان له طعم. قد يكون هذا الطعم حقيقيا عند بعض الناس، وقد يكون هذا الطعم معنويا.
ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه ذاق طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث من وجدها وحصلت منه فإنه يذوق طعم الإيمان. قال: فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان، يعني بالكلية بأن لا يكون مسلما. ولهذا الكفار أكثر الناس شقاء وقلقا واضطرابا، أو ناقصه بأن يكون عنده أصل الإيمان لكن إيمانه ليس كاملا، فيكون من القسم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. فهؤلاء قوم عندهم أصل الإيمان لكن إيمانهم هذا إيمان ضعيف لم يكتمل. يقول رحمه الله: وهو، يعني ناقص الإيمان، من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في قوم من الأعراب أرادوا أن يتصدقوا في زمان مجاعة وقالوا آمنا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم دعواهم وقال: لم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا، يعني قولوا استسلمنا خوفا من السيف. فهم حصل لهم مطلق الإيمان، لكن هل حصل لهم الإيمان المطلق؟ لم يحصل لهم الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، وإنما إيمانهم إيمان ضعيف صاروا به مسلمين لكنهم لم يحققوا كمال الإيمان. وإيمانهم إيمان هؤلاء الأعراب إيمان قريب، لأنه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكلمة لما، وانظر إلى كيفية دلالات القرآن والسنة وأثر لغة العرب في فهم القرآن والسنة. كلمة لما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تكون بمعنى لم، وإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تكون بمعنى الشرط. فمثال دخولها على الفعل المضارع قوله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهي هنا بمعنى لم النافية أو بمعنى الشرط؟ هي هنا بمعنى لم. ومثال دخولها على الفعل المضارع قولك: لما جاء زيد أكرمته، فهي هنا بمعنى الشرط. لكن ما الفرق بين لما ولم؟ نحن عرفنا أن لما ولم يجتمعان في الدلالة على النفي، لكن بينهما فرق، وهو أن لما تدل على الشيء المنفي الذي حصوله قريب، بخلاف لم فإنها تدل على ذلك. فمثلا لو قلت: هل جاء زيد؟ فقلت: لما بعد، فإن هذا يدل على أنه سيأتي وأن مجيئه قريب،
ولو قلت لك هل حفظت متن كذا فقلت لما بعد، فهذا يدل على أن هذا قريب، فأنت تقول لم أحفظه لكن ذلك سيكون قريبا إن شاء الله، بخلاف ما لو قلت لم أحفظه فإنه يدل على النفي. فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا دليل على أن إيمانهم سيكون إيمانا قريبا، فهم حصلوا مطلق الإيمان وسيحصل لهم الإيمان المطلق، حصلوا مطلق الإيمان وهو الإيمان الذي دخلوا بسببه في الإسلام، لكنهم إلى الآن لم يحصلوا الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، وهذا فيه وعد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأعراب بأنهم سيحصل لهم كمال الإيمان. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما نقصناهم. لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. وهؤلاء الأعراب اختلف العلماء فيهم هل هم من المنافقين أو ليسوا من المنافقين على قولين. القول الأول أنهم ليسوا من المنافقين، وهذا القول اختاره طائفة من أهل العلم، منهم الشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو من الأئمة المجتهدين، ويقال إنه آخر المجتهدين اجتهاداً مطلقاً، يقال هذا. واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره ابن القيم هنا فقال فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين. واختاره كذلك ابن كثير في تفسيره، واستدلوا على ذلك بهذه الآية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فقوله قل لم تؤمنوا نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان، لكن هل نفى عنهم الإسلام؟ لم ينف عنهم الإسلام، فقال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بل أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الإسلام. والمنافقون لم يدخل الإسلام في قلوبهم وإن تظاهروا به، فهذا يدل على أنهم أن هؤلاء ليسوا من المنافقين، فهذا وجه. وجه آخر يدل على أنهم ليسوا من المنافقين أن الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات امتن عليهم بالإيمان، فقال ماذا؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولو كانوا منافقين هل يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان؟ لا يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان، والإيمان الذي كانوا عليه عند نزول الآية هو الإيمان، هو مطلق الإيمان، وسيحصل لهم الإيمان المطلق. القول الثاني أن هؤلاء الأعراب ليسوا أن هؤلاء الأعراب منافقون وليسوا مسلمين، وهذا القول اختاره بعض أهل العلم وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك اختاره الحافظ ابن عبد البر
إمام أهل المغرب. واستدلوا على ذلك، وكان مأخذهم على هذا أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان، فقال قل لم تؤمنوا، وهم يرون أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، فإذا انتفى عنهم الإيمان فقد انتفى عنهم الإسلام. أما أصحاب القول الأول فلا يرون أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وإنما يرون القاعدة التي تقدمت معنا، وهي أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان إما تضمناً وإما لزوماً، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام إما تضمناً وإما لزوماً. وابن القيم رحمه الله هنا رجح أي القولين؟ رجح القول الأول، وهو أن هؤلاء مسلمون لكن لم يكمل الإيمان في قلوبهم، وإنما دخل في قلوبهم إيمان ضعيف يصح به إسلامهم. ثم لما ذكر أن البر كلمة جامعة للخير، ويدخل فيها يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ذكر الدليل على ذلك فقال وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله تعالى الآية. فهذا الكلام ما الذي يريد به؟ يريد به أن يذكر الدليل على أن البر هو بالمعنى السابق، وهو أنه كلمة جامعة لخصال الخير. نعم. قال رحمه الله وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. ذكر رحمه الله الدليل على أن البر معناه كلمة جامعة لخصال الخير الظاهرة والباطنة، وهذا الدليل هو الآية التي يسميها العلماء بآية البر، هذه الآية تسمى آية البر، وكان السلف يعظمون هذه الآية، وذلك لما تشتمل عليه من المعاني الجليلة. فقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية نزلت بعد تغيير القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة استقبل في الصلاة بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه،
وكان يرفع بصره إلى السماء ويقلب وجهه ويرجو أن يوجهه الله سبحانه وتعالى إلى المسجد الحرام، فأجابه الله عز وجل كما في قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. واستقبال بيت المقدس كان خيراً وحقاً في زمانه، واستقبال المسجد الحرام هو خير وحق بعد ذلك، وهذا هو الذي فهمه كامل الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم. لكن بعض المسلمين حصل في نفوسهم تغير، لأن هذا فيه امتحان والاختبار لإيمان المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ماذا قال؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالأمر فيه اختبار وامتحان والابتلاء حتى يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين من غيرهم علم إظهار، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فحصل فتنة لبعض المؤمنين، فأنزل الله هذه الآية تطميناً لقلوبهم، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني أن البر ليس معناه أن الإنسان يتجه إلى جهة ما، إما المشرق وإما المغرب وإما الشمال وإما الجنوب، وإنما البر هو طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هنا هو خبر ليس مقدم، ليس البر، واسمها قوله: أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فأن هنا والفعل في تأويل مصدر، يعني ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، لكن هنا حرف الاستدراك تأتي بعد النفي، لكن البر من آمن بالله. وانظر إلى البر الذي هو مصدر أو الذي هو اسم للأعمال للخير ظاهره وباطنه، فسره الله بأنه من آمن بالله واليوم الآخر. وقال بعض العلماء إنما فسره بهذا من باب المبالغة، فكأنه قال: البر هو من قام بهذه الأعمال، فجعل الذي يقوم بهذا العمل برًا، وهو وإن كان برًا فعمله فهو أيضًا بر. وقال بعض العلماء: بل فيه تقدير، وتقديره: ولكن البر الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. وابن القيم رحمه الله تأمل في هذه الآية وذكر أن الأعمال الموجودة فيها يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أصناف. إذا تأملنا الأعمال في هذه الآية نجد أنها ثلاثة أصناف. الصنف الأول الأعمال القلبية، والصنف الثاني الشرائع الظاهرة، والصنف الثالث الأخلاق والآداب. فأما الصنف الأول وهو الأعمال القلبية فقال فيه: فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الشرائع الظاهرة، فقال: وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة. والصنف الثالث الأخلاق والآداب، وهذا ذكره في قوله: وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، لأن الدين إما أعمال قلبية وإما أعمال ظاهرة، أحكام ظاهرة، وإما أخلاق وآداب. يقول: تناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين لحقائقه وشرائعه، يعني الحقائق الباطنة والشرائع الظاهرة والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب. الأعمال المتعلقة بالجوارح هي الأعمال الظاهرة، والأعمال المتعلقة بالقلب هي الأعمال الباطنة. وأصول الإيمان، يعني وتناولت هذه الخصال أصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال في آخر الآية، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وانظر إلى كيفية الاستدلال. ابن القيم يريد أن يستدل على أن البر تدخل فيه التقوى، إذا أطلق دخلت فيه التقوى. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى خصال البر، ثم قال في آخر الآية: وأولئك هم المتقون. وانظر إلى كيفية التأمل والاستنباط وربط أول ربط آخر الآية بأولها. ففسر أهل البر بأنهم هم المتقون، وقال هنا: وأولئك هم المتقون، لأنه قال: ولكن البر من آمن. من آمن، قال: أولئك الذين صدقوا، يعني صدقوا في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم، وأولئك هم المتقون. فقوله وأولئك هم المتقون هذا يدل على أن البر معنى واسع إذا أطلق تدخل فيه التقوى، كما أن التقوى أيضا معنى واسع إذا أطلقت دخل فيها البر. فهذا هو الدليل على ماذا؟ الدليل على أن البر معنى واسع إذا أطلق دخلت فيه التقوى. ولما انتهى من الكلمة الأولى وهي كلمة البر في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، انتقل للكلمة الثانية وهي التقوى، فقال: وأما التقوى فحقيقتها. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.